كاين 12 دول مسجلين في للمشاركة في وقت التسجيل القانوني، وهم الجزائر طبعا، قبرص، مصر، فرنسا، اليونان، إيطاليا، ليبيا، المغرب، البرتغال، إسبانيا، سوريا وتركيا. وممكن كذلك يكون تسجيل لبنان وتونس. أن عدد المشاركين سيفوت 4000، ورانا نوعا ما متخوفين بعدد يكون أكبر، لأن القرية المتوسطية هي تقدر تستقبل 4260 رياضيين ومسيرين. لكن احنا درسنا الإشكال، وكاين فنادق موجودين، كاين كذلك قرية أولمبية إضافية يعني أنكس في الكومبلكس تاع لي زاندالوز.